معانا الآن واحد من الناس اللي اشتغلوا مع مانشستر يونايتد في وقت من الأوقات، واحد من الأسماء المحترمة اللي اشتغلوا مع مانشستر يونايتد، ولنا يا جماعة كابتن سيد فاروق نائب رئيس قسم التكنولوجيا السابق بنادي مانشستر يونايتد والمستشار الفني لعدد من الأندية بالدوري الإنجليزي. يا فندم مشرف ومنور. كابتن سيد، النهارده شفت المباراة ازاي؟ مباراة مانشستر يونايتد وارسنال، عارف ان انت اشتغلت مع مانشستر يونايتد بس انت كمان بتشجع ارسنال. هو انا فعلا بشجع ارسنال بس ده اللي هيتعارض مع ظروف العمل يعني. شفت المباراة ازاي النهارده؟ ارسنال قدر يحسمها في اللحظات الأخيرة وكان الأفضل بصراحة تحديدا في الشوط الثاني. لا ارسنال بصراحه المباراه كلها كانت مباراه ممتازه جدا فنيا وبدنيا، والاتموسفير كمان في الاستاد وبالنسبه للاتموسفير الموجود في استاد الامارات دلوقتي يختلف عن اي سنه فاتت يعني. انا وزي ما حضرتك قلت من شويه كده، المباراه مباراه تاريخيه النهارده بالنسبه للنقل التلفزيوني، لان قناه سكاي النهارده ذاعت المباراه على القناه الخاصه بالبث الثلاثي الابعاد، والبث ده حاجه يعني جديده جدا، وهم كمان عملوها كتجربه في اربع مدن بس في انجلترا، في مانشستر ويعني مش في انجلترا بس يعني في المملكه المتحده، اتذاعت في تسع اماكن عامه في مانشستر ودبلن وكارديف وإدنبرا في اسكتلندا. يعني ده حدث مهم جدا يعني بالنسبه لظروف النقل التلفزيوني والتقنيات عامه. طيب انا كنت عايز اسالك على الموضوع ده هي دي اول مباراه مظبوط تتذاع 3 دي في الدوري الانجليزي. فعلا اول مباراه في التاريخ فعلا. طيب عشان نعمل حاجه زي كده، مش بتكلم علينا يعني، عشان يتعمل حاجه زي كده في الكوره انها تتذاع 3 دي، وانا كنت لسه بشرح للناس يعني ايه مباراه تتذاع 3 دي، ده بيبقى محتاج ايه؟ هو مبدئيا بيبقى محتاج تلفزيونات قادره ان هي تستقبل البث الثلاثي الابعاد، وطبعا تي في كرو مختلف خالص، لان هم النهارده كان عندهم اثنين تي في كرو في الاستاد، وطبعا وسائل نقل مختلفه، انفراستراكشر كامله يعني، غير النظارات اللي الناس بتلبسها في البيت يعني. فهو الموضوع اكبر من ان انا بس اعمل البث بال 3 دي، هو بيحتاج كمان من جانب المتلقي او المشاهد في البيت ان هو يبقى عنده النظاره دي وعنده التلفزيون اللي يقدر يستقبل بيه البث ده. جربت انت التجربه دي قبل كده على مستوى السينمات؟ حتى عشان عارف ان هم طبقوها على مستوى السينمات قبل كده. فعلا جربتها قبل كده فعلا. جربتها. ممتازه جدا يعني. وبالنسبه للمباريات الاحداث الرياضيه بتبقى حاجه كبيره يعني، حاجه اكسبيرينس مختلفه خالص يعني. صحيح. كابتن سيد فاروق نائب رئيس قسم التكنولوجيا السابق بنادي مانشستر يونايتد المستشار الفني او التقني لعدد من الانديه بالدوري الانجليزي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، شرفتني ونورتني.